نكمل المحاضرة بإضافة مثال آخر إضافي إلى موضوع الأبسوليوت فاليو، ومهم جدا، وهو أنه مثال يحتوي على inequality و absolute value، ويكون بنفس الوقت الدالة عبارة عن fraction اللي هو كسر. مثلا عندي مثال التالي: المثال التالي اللي هو كسر مطلق 1 ناقص x على مطلق x زائد 5 هذا أكبر من 1. جاي لاحظ المسألة هي inequality وتحتوي على absolute value، لكن أكثر من absolute value، وبنفس الوقت عبارة عن كسر. في هذه الحالة احنا مثل ما اتطرقنا مسبقا انه لما يكون عندي المسألة inequality تحتوي على اكثر من جزء absolute value، اكثر من جزء مطلق، اذا يجب ان يتم تعريف كل جزء مطلق حسب الـ definition of absolute value. فقد نجي نعرف مطلق الواحد ناقص x حسب الـ definition positive 1 ناقص x، كل قيم الواحد ناقص x أكبر من أو تساوي صفر، إذن الـ x أو نقدر نقول اللي هي سالب x أكبر من أو تساوي سالب 1، إذن هنا راح نجي نضرب الطرفين بسالب، فإذا عندي ال x يصير أصغر من أو تساوي 1، تمام؟ وتعريف بالجزء السالب اللي هو سالب 1 ناقص x لكل قيم 1 ناقص x أصغر من الصفر، فإذا عندي هنا سالب x أصغر من سالب 1، وبالتالي ضرب الطرفين بسالب إن راح تقلب إشارة الانيكواليتي وتصير عندي ال x أكبر من 1. كذلك تعريف الجزء المطلق ل x زائد 5 يساوي بوزيتيف x زائد 5 لكل قيم ال x زائد 5 أكبر من أو تساوي صفر، إذن ال x أكبر من أو تساوي سالب 5، خلي أبين، وسالب x زائد 5 لقيم ال x زائد 5 أقل من الصفر، إذن ال x أقل من سالب 5، لكن هذه تكون فترة مفتوحة، تمام؟ بعد ذلك راح أجي على خط الأعداد، نوضح على خط الأعداد الفترات. عندي اللي هو سالب 5، وعندي هذا الصفر مثلا، اوكي، و الواحد، هذا الواحد وهذا السالب 5.
فلو نجي نقسم هذه الفترات الفترة الأولى عندي نلاحظها اللي هي x تكون عندي أقل من أو تساوي الواحد وأكبر من الواحد أكبر من واحد اللي هي الاتجاه تكون عندنا يعني بمعنى أنه الدور راح يكون هو الواحد وموجب إنفينيتي هو الأكبر أيضا مفتوحة أصغر من أو تساوي الواحد اللي هي هذه مغلق وأكبر من أو تساوي سالب خمسة اللي هي هذه أيضا تتجه وين بهالاتجاه وهذه تتجه بهالاتجاه اللي أصغر من الواحد فإذا هذه تكون فترة مغلقة ما بين سالب خمسة إلى واحد موجب تمام وأصغر من سالب خمسة اللي هي هذه تصير عندي سالب إنفينيتي سالب خمسة فترة مفتوحة بس نجي نشتغل على واحدة واحدة لما أجي إلى واحد ناقص x مطلق شو وقت يحقق هذه الفترة من واحد إلى موجب إنفينيتي اللي هو هذا فإذا نأخذ الجزء السالب الخاص به تعريف الجزء السالب فإذا راح يصير عندي ناقص واحد ناقص x تمام على بالنسبة للx زائد خمسة المطلق يحقق لي أنه لما يكون أكبر من أو يساوي سالب خمسة حتى يكون ضمن الفترة واحد إلى موجب إنفينيتي فناخذ الجزء الموجب اللي هو هذا راح يكون عندي على x زائد خمسة تمام أكبر من الواحد بمجرد أنه راح يصير عندنا سالب واحد ناقص x على x ناقص زائد خمسة ناقص واحد أكبر من الصفر يعني دخلنا الواحد إلى هذا الطرف مجرد توحيد مقامات x زائد خمسة ناقص واحد ناقص x ناقص x ناقص خمسة هذه هنا العفو غلطنا اللي هي زائد x هذه اللي هي سالب في واحد وسالب واحد وسالب في سالب x موجب x أكبر من صفر فإذا ينتهي هنا عندي اللي هو سالب ستة على x زائد خمسة أكبر من صفر تمام نجي نكمل هذا الجزء هنا عندي inequality مسبقا شرحنا لما تكون عندي متباينة أو متراجحة بشكل كسر نتعامل مع البسط على حدة والمقام على حدة راح البسط ما عندنا مشكلة لأنه ما يحتوي على متغير فإذا أقول x زائد خمسة أكبر من الصفر إذا ال x أكبر من سالب خمسة تمام أكبر من سالب خمسة اللي هي لو أخذ في هذه الحالة في حال أنه يكون عندي المسألة inequality وتحتوي على absolute value أو بدون absolute value المهم inequality وتكون بشكل كسر في هذه الحالة يجب التعامل مع البسط على حدة والمقام على حدة ومن ثم تعويض على خط أعداد وأخذ إشارات يعني لو أجي إلى خط الأعداد هذا إحنا عندنا الأكس جديد أكبر من سالب خمسة خلنا نفرض هذا هو سالب خمسة تمام من أجي أخذ قيم أكبر من سالب خمسة وعوضها هنا أكبر من سالب خمسة مثلا نفرض سالب أربعة سالب ثلاثة أو واحد خلنا نفرض المهم أي قيمة من هذه القيم من بعد سالب خمسة بالأعلى سالب ستة على سالب ثلاثة زائد خمسة يصير عندي الناتج سالب ستة على اثنين مثلا فإذا الناتج تكون عندي إشارته سالبة لو أخذ أقل من السالب خمسة اللي هي مثلا عندي سالب ستة
سالب 6 زائد 5 سالب 1 سالب 6 على سالب 1، الإشارة شو تكون؟ موجبة. تمام؟ زين، من ضمن هالإشارتين هذه اللي تحقق لي هذه الانيكواليتي، المفروض يكون عندي أكبر من أو يساوي شقد؟ الصفر، أكبر من أو تساوي الصفر اللي هي وين؟ هذه موجب. فإذا الفترة هنا تكون عندي الأكس هي تساوي الفترة المفتوحة من سالب إنفينيتي إلى سالب 5. تمام، سالب إنفينيتي إلى سالب 5 كملنا هذا. أجي إلى الجزء الآخر اللي هو ضمن الفترة من سالب 5 إلى 1. واحد مطلق الواحد ناقص إكس يحقق هذه الفترة لما يكون عندي أقل من أو يساوي الواحد، هذا أقل من أو يساوي واحد. فإذا ناخذ يا جزء أيضا راح ناخذ الجزء الموجب في هذه الحالة، يصير عندي واحد ناقص إكس على أكبر من سالب 5. إذا أيضا بالنسبة لمطلق الإكس زائد 5 أيضا الجزء الموجب، يصير عندي إكس زائد 5، هذا شنو عندي؟ أكبر من الواحد. أيضا بتوحيد المقامات ونقل راح يصير واحد ناقص إكس على إكس زائد 5 ناقص واحد الكل أكبر من، توحيد المقامات إكس زائد 5 ينتهي آخر شيء اللي هو سالب 2 إكس ناقص 4 أكبر من 5. تمام، هذا هنا شو راح نتعامل وياه؟ يصير عندنا ناقص 2 إكس ناقص 4 على إكس زائد 5 أكبر من صفر. تمام، هذا هنا عندي إنيكواليتي تحتوي على وسط ومقام. إذا قلنا ناخذ المقام الواحد والوسط الواحد، يعني راح يصير عندي ناقص 2 إكس ناقص 4 أكبر من الصفر. إذا في الحالة ناقص 2 إكس أكبر من 4، نضرب الطرفين بسالب أو نقسم الطرفين على سالب 2 قسمنا على سالب، فإذا عندي الإكس راح يصير أقل من سالب 2. تمام، وعندي إكس زائد 5 أكبر من الصفر، إذا الإكس تكون عندي أكبر من سالب 5. هذا أيضا ناخذها على الخط، نشتغل بالإشارات. هذا سالب 5 عندي وهذا عندي مثلا سالب 2، نوضحها. لو نجي نشتغل بالإشارات بالنسبة للجزء البسط، ناخذ سالب أكبر من سالب 2 اللي هي مثلا عندي سالب 1 أو الصفر، وأجي أعوضه بالبسط. إشارة البسط إيش راح تصير عندي؟ اللي هي هنا عندنا راح تصير فيما تخص ناقص 2 إكس ناقص 4، وهنا عندنا اللي هو إكس زائد 5. تمام، هنشوف الإشارات.
وهنا عندي حاصل القسمة مالتهم. بعدين من أجي إلى هذا الجزء ناقص 2x زائد ناقص 4، هذا ناقص 2x زائد 4. أجي أخذ قيمة أكبر من سالب 2 اللي هي هناخذ سالب 1، سالب 2 في سالب 1 3، العفو 2 ناقص 4. إذن إشارته شتكون هنا عندنا سالب، تمام. الأكس راح تصير عندي سالب 1 زائد 5، إشارته موجبة، سالب على موجب سالب. أجي هنا أخذ ما بين سالب 5 إلى سالب 2، خلني نجي ناخذ مثلا عندنا سالب 4 أو سالب 3، سالب 3 سالب 2 في سالب 3 6 ناقص 4 2 اللي هي جد عندنا إشارة العفو موجب. من أجي أخذ سالب 3 زائد 5 موجب على موجب موجب، تمام. أجي أخذ سالب 6 مثلا في سالب 2 12 ناقص 4 إشارة تطلع عندي موجبة، سالب 6 زائد 5 سالبة موجب على سالب سالب. إزين إحنا عدنا هسه منو من هذه الإشارات منو من هذه الإشارات النهائية، هذه اللي راح حددها منو من هذه الإشارات هي تحقق لي إنه يكون عندي أكبر من صفر يعني موجب، هذه راح تحقق فقط اللي هي راح أحددها باللون الأصفر حتى نميزها، هذه راح تشيك لي إنه يكون عندي أكبر من الصفر، تمام. فإذا هنا تكون الفترة عندي هي ما بين سالب 5 هي هذه المنطقة إلى سالب 2، تمام. أجي إلى الجزء الآخر والأخير من الفترة اللي هي من ما بين سالب إنفينيتي إلى سالب 5، الواحد ناقص إكس يحقق يا جزء هذا الموجب. فإذا عندي واحد ناقص إكس على إكس زائد 5 الجزء يحققه اللي هو الجزء السالب، فإذا سالب بين قوسين إكس زائد 5 هذا كله أكبر من واحد. مجرد إنه عندي هذا السالب مثلا أقدر هذا السالب بالبسط أصعده فيصير ناقص واحد زائد إكس على إكس زائد 5 أكبر من واحد. مجرد إنه أنقل الواحد لهنا هذا الطرف يصير عندي إكس زائد 5، أنقل الواحد سالب يصير توحيد مقامات ناقص واحد زائد إكس ناقص إكس وناقص 5 أكبر من الصفر، يصير عندي آخر شيء اللي هو ناقص 6 أكبر من الصفر اللي هو نفس هذه الحالة، تمام. بحيث إنه يصير عندي أيضا نفس الشيء تعويض إنه الإكس راح يصير أكبر من سالب 5، عرفنا شلون حسبناها مثل هذه الحالة جاي تصير عندنا، تمام. زين فإذا نقدر نقول السوليوشن من خلال هذه الفترات ثلاثتهم، بس هاي هنا الفترة شو تكون عندي اللي هي أقل أكبر من سالب 5، أكبر من سالب 5 يعني سالب 5 إلى موجب إنفينيتي هذه الفترة، وهذه الفترة تكون
يكون ما بين سالب 5 إلى سالب 2، شو تكون مفتوحة لأن بدون مساواة العلامة هنا، وهذه من سالب إنفينيتي إلى سالب 5. زين، لو نجي نمثلها على خط تمثيل الأعداد، هذه عندنا سالب 5 وهذه سالب 2، تمام. نجي ناخذ ما بين، نجي ناخذ هذه الفترة اللي هي اكس من سالب انفينيتي إلى سالب 5 اللي هي هسه نقول سالب انفينيتي إلى موجب انفينيتي، من سالب انفينيتي من سالب 5 إلى موجب انفينيتي، تمام. وعندي من سالب انفينيتي إلى سالب 5 هاي سالب انفينيتي سالب 5 وهذه سالب انفينيتي لور الى موجب انفينيتي الابر، تمام. وعندي الفترة من سالب 5 الى سالب 2 هذه الى هذه، زين. جاي لاحظ هذه فترة اللي هي سالب 5 إلى سالب 2 تتقاطع مع الفترة سالب 5 إلى موجب إنفينيتي ضمن هذا الجزء فقط، تمام، ضمن هذا الجزء. وعندي هذه فترة، فإذا عندنا نقدر نقول إنه solution set راح يساوي لي من سالب انفينيتي سالب 5 يونين هو اتحاد لان ما اشتركن ما تقاطعن، سالب 5 الى سالب 2. هذا كان اخر مثال بالنسبة الى الابسوليوت